كان يشاهد بالعين المجردة الصور. والصواريخ وصلت إلى الكنيست، فوق الكنيست وفوق قبة الصخرة، والجميع شاهدها والجميع صعد على المنزل وصورها بالهواتف. وهذا حدث تاريخي لم يحدث منذ 73، منذ 51 عاما لم يشاهد سكان الأرض المحتلة جيوش تحارب إسرائيل، اعتادوا على منظمات تحارب إسرائيل. هذا شيء جديد، واقع سيكولوجي جديد. هناك من يعيش حالة إنكار ولا يصدق، هناك من يعيش حالة توتر، هناك من يعيش، لكن الجميع سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين أو عرب، هذا حدث كبير ومفصلي. إنه دولة ببعدها مثل إيران وبقوتها أن توجه ضربة مباشرة إلى إسرائيل، هذا جديد، وهذا يفتح سابقة جديدة. كما قلنا في موجات سابقة،